مستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس إدارة نائب رئيس مجلس الدولة عرض أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري واللي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية ضمانة رئيسية لنزاهتها، وتأكيد أن فصل القاضي الإداري في المنازعة الانتخابية من أهم السبل المعاصرة لإنهائها. تفاصيل أكتر عن هذا المؤتمر معنا على الهاتف. طيب نشوف تفاصيل أكتر مشاهدينا في هذا التقرير. قضاة من مصر ومن الدول العربية ومن أوروبا أيضا اجتمعوا على أرض مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه الاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت عنوان سلطات القضاء الإداري في فض المنازعات الانتخابية. هدف المؤتمر هو تبادل الفكر والرأي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. القاضي حين يحضر ويتناقش ويستمع لمن هم أكبر منه ويستمع لتجارب وآراء وأفكار قد تصحح له مفهوما معينا، وبالتالي يستفيد من التجربة وينعكس على عمله في الانتخابات وعلى المجتمع. النظام الديمقراطي يحتاج إلى الانتخابات، إلى انتخابات حرة تمارس في حيدة تحت إشراف قضائي كامل. من هنا كانت هذه الرسالة، وأعتقد أنها رسالة ستصل، لأنه الممثلين الحاضرين في هذا المؤتمر سواء كان من المنطقة العربية أو من غيرها قادرين في تصوري أن يحملوا المفاهيم العامة التي سيخرج بها المؤتمر. مشاركة مجلس الدولة الفرنسي إلى جانب ممثلين عن المجالس والهيئات القضائية في معظم الدول العربية جعل من مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري فرصة كبيرة لتطوير خبرات القضاة المصريين والعرب. هذا المؤتمر هو لا يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي ينظمه الاتحاد، إنما هناك مؤتمرات سابقة، وهذا يعتبر امتداد تلك المؤتمرات التي تشكل حقيقة يعني رافدا قضائيا علميا، وفي إفادة كبيرة جدا من شأنها الإفادة أن تطور الفكر القانوني وتعمق أيضا التشريع بما يؤدي إلى خدمة القضاء وهذا المرفق وهذا الصرح الشامخ. التجربة في فائدة عشان الدول بعض الدول تطلع على تجارب الدول الأخرى في القضاء عشان كلها تصل لتحقيق العدالة للكل. القضاء الإداري عرف تطور كبير غير مسبوق وسائر الديمقراطيات الحديثة وتطور الأنظمة السياسية والاجتماعية، ولذلك لا يمكن للقضاء أن يبقى في معزل عن هذه التطورات. نقل للتجارب الغربية وتبادل للخبرات العربية فيما يتعلق بسلطات القضاء الإداري في فض المنازعات الانتخابية، هذا إذن هو ما هدف إليه هذا المؤتمر، المؤتمر الدولي الأول للقضاء الإداري. محمد حكيم، 90 دقيقة، قناة المحور.